يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادي كثير من المساجد فيها قبور. يقول في بلادي كثير من المساجد فيها قبور، فهل تصح الصلاة في هذه المساجد بالنسبة لنا؟ لا، لا تصح الصلاة عند القبور، لا في المساجد ولا في الفضاء، ما يصلى عند القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وعن اتخاذها مساجد، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، والنهي يقتضي الفساد. فصلوا في مساجد ليس فيها قبور. نعم.